عن أبرز مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. ومصطفى ميزار. شكراً سحر ناجي، شكراً رجاء رمزي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر القادم. أكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد في الوقت ذاته على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكالة فيتش لقطاع البتروكيماويات في مصر، وقد أكد المركز على أن الوكالة استمرار نمو القطاع في المستقبل مع انتقال مصر من الاستيراد إلى التصدير، وأن مصر ستكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول عام 2040. هذا وقد أشارت الوكالة الدولية إلى ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021 لتصل لما قيمته 6.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للبتروكيماويات والأسمدة، والذي توقع صادرات بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي بزيادة ما تقدر ب 11%. تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي. أضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار خلال الفترة من 19 من إبريل الماضي وحتى 27 من الشهر ذاته. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة إلى مصر لدورها المتميز في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الاستثمار مع رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري اليابانية جون كاروبيو. قد أعلن هيبة أن العام الحالي سيشهد تركيزا حكوميا على السوق اليابانية، وسيتم تنظيم زيارة ترويجية لطوكيو في سبتمبر لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، كما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو في نفس الشهر زيارة لوفد رجال الأعمال الياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتواصل بذلك الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تلقي فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية تلقي بظلالها على السوق. هذا وانخفض خام برنت بما نسبته 1.32% ليصل إلى 78 دولار و26 سنتا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.45% ليسجل 74 دولار و56 سنتا للبرميل، كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.31% لتسجل 2.35 دولار للتر، وكذلك انخفض أسعار الغاز الطبيعي هو الآخر بما نسبته 2.93% لتسجل 2.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة المالية الروسية أن سعر خام الأورال الروسي ارتفع إلى 58 دولار و63 سنتا للبرميل في إبريل من 47 دولار و85 سنتا للبرميل في مارس الماضي، ولا يزال هذا السعر منخفضا حتى الآن عن سعر البرميل الذي بلغ 70 دولار و52 سنتا في إبريل من العام الماضي 2022، كما أنه منخفض أيضا عن سقف سعر البرميل الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا في ديسمبر عند 60 دولار للبرميل.
وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع رجائي وسحر. شكرا مصطفى.